رجل دولة من طراز رفيع وصديق مقرب للشهيد أحمد المنسي، إيد في إيد وكتف في كتف وساعده في مهمة الحفاظ على سيناء. بدأ من الصفر لحد ما وصل إنه يكون واحد من أبرز رجال الأعمال، وتولى رئاسة اتحاد القبائل العربية. ما لا تعرفه عن الشيخ إبراهيم العرجاني، عاشق تراب الوطن. الشيخ إبراهيم العرجاني شيخ قبائل سيناء ورئيس اتحاد القبائل العربية، واحد من أهم الأسماء اللي تصدرت المشهد في الفترة الأخيرة بعد جهوده تاريخه في مساعدة الدولة في تعمير ونهضة سيناء والحفاظ عليها. ده غير كمان دوره البارز كواحد من أكتر رجال الأعمال شعبية وتحقيقا للنجاحات. الأيام اللي فاتت شهدت على المؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية في جنوب رفح بشمال سيناء. خلال المؤتمر تم افتتاح مدينة تحمل اسم الرئيس السيسي، وكمان تم الإعلان عن اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطني والاجتماعي. إبراهيم العرجاني اللي اتولد في سنة 1971 بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وهو ابن جمع العرجاني وصبيح الشاعر، عرف النجاح من صغره. طموحه ما كانش ليه حدود وحبه للوطن غير مشروط. أصبح رجل أعمال بارز وعضو متميز في قبيلة الترابين. العرجاني يمتلك عدد من الشركات، منها شركة مصر للتنمية الاقتصادية والصناعية، وهو رئيس لمجلس إدارة شركة جلوبال أوتو للسيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبناء سيناء وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمارات. العرجاني تم تعيينه عام 2022 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كعضو في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء، والأيام اللي فاتت تم اختياره رئيسا لاتحاد القبائل العربية. كمان في عام 2023 النادي الأهلي أعلن عن التحالف الاستراتيجي مع العرجاني جروب، واللي بيستهدف تعزيز التعاون بين الأهلي والعرجاني جروب في مجالات الحقوق التجارية والتسويق وتأمين المباريات ورحلات الجماهير، وتفعيل ده بشكل رسمي. العرجاني له دور كبير في دعم الجيش والشرطة، واتكلم عن دوره النائب مصطفى بكري وقال: إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في 2011. إبراهيم العرجاني هو اللي كان ورا بيان قبيلته قبيلة الترابين في 29/11/2017، واللي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة. إبراهيم العرجاني كان هو مهندس اجتماع عدة قبائل وعائلات، وأصدروا البيان الأول للاتحاد في 30/11/2017، واللي أعلنوا فيه بدء المواجهة مع الخارجين جنبا إلى جنب مع الجيش المصري. ولأن العرجاني ارتبط بعلاقة نضالية هو وصديقه الأعز سالم لافي، واللي راح في وقعة منطقة البرس معقل الترابين، وكان صديقين للشهيد أحمد المنسي لأنه ما زال يرعى ويدعم ويشرف على اتحاد قبائل سيناء اللي كان ليه دور في تطهير سيناء جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة. الإعلامية قصوى الخلالي كشفت عن دور العرجاني البارز وقالت: الشيخ إبراهيم العرجاني رجل يخدم البلد والدولة وأجهزة القوات المسلحة، تدعم المحافظات الحدودية، وتم إنصافهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك صورة واضحة للشيخ إبراهيم العرجاني مع الشهيد الرمز أحمد المنسي، ودي صورة كتف في كتف تؤكد انحيازه للوطن والجيش. ثم بدأ الشيخ إبراهيم العرجاني في التنمية والبناء والتعمير داخل سيناء.